أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من تلفزيون دولة الكويت وإلى حضراتكم نشرة أخبارنا المحلية لهذه الليلة، والتي نستهلها بداية بأبرز العناوين. هيئة الرؤية الشرعية تجتمع غدا التماسا لرؤية هلال شهر شوال. وزارة المواصلات تقوم بإجراءات احترازية لشيب الليوان بعد الضرر الذي أصابه نتيجة حادث مجهول. وجمعية الهلال الأحمر تواصل توزيع مساعدات حملة عيد الفطر للاجئين السوريين في الأردن. بسم الله الرحمن الرحيم. بيان صادر عن وزارة العدل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأتموا 30. تعلن وزارة العدل للجمهور الكريم عن اجتماع هيئة الرؤية الشرعية التماسا لرؤية هلال شهر شوال، وذلك في تمام الساعة 7:30 من مساء يوم غد الأحد 29 من رمضان 1435 من الهجرة، الموافق 27 يوليو لسنة 2014 من الميلاد، وذلك بمعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية. والوزارة تهيب بكل من يتمكن من رؤية هلال شهر شوال في تلك الليلة أن يتقدم إلى هيئة الرؤية الشرعية للإدلاء بشهادته. وبهذه المناسبة يسر وزارة العدل أن ترفع أسمى التهاني وأصدق التبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي العهد، وإلى سمو رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله، وإلى سائر المواطنين والمقيمين وكافة المسلمين، داعين المولى العلي القدير بأن يجعل هذه المناسبة الكريمة خيرا وبركة، وأن يتقبل الله صيامنا وصالح أعمالنا، ويتم نعمته علينا وعلى ربوع وطننا العزيز وعلى أمتنا الإسلامية والعربية، وأن يرحم شهداءنا، إنه سميع مجيب. بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس عبد الله يمين عبد القيوم رئيس جمهورية المالديف الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص تهاني بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا لفخامته موفر الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم والازدهار. وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية التهنئة إلى فخامة الرئيس عبد الله يمين عبد القيوم رئيس جمهورية المالديف الصديقة، ضمنها خالص تهاني بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا لفخامته موفور الصحة والعافية. كما بعث سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة مماثلة. بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة إيلين جونسون سيرليف رئيسة جمهورية ليبيريا صديقة، عبر فيها سموه عن خالص تهاني بمناسبة العيد الوطني لبلادها، متمنيا لفخامتها موفور الصحة والعافية، وللبلد الصديق دوام التقدم والازدهار. وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة إيلين جونسون سيرليف رئيسة جمهورية ليبيريا صديقة، ضمنها خالص تهاني بمناسبة العيد الوطني لبلادها، متمنيا لفخامتها موفور الصحة والعافية. كما بعث سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة مماثلة. غادر صاحب السمو الملكي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود البلاد مساء اليوم بعد زيارة رسمية. وكان في مقدمة مودعي الضيف في مطار الكويت سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، ومعالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، ومعالي نائب وزير شؤون الديوان الأمري الشيخ علي جراح الصباح، وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين في الدولة وسفير البلدين.
هذا وكان صاحب السمو الملكي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود والوفد المرافق له قد وصل إلى مطار الكويت الدولي في اليوم في زيارة رسمية. وكان في مقدمة مستقبلية الضيف لدى وصوله سمو الشيخ جابر المبارك الحامل الصباح رئيس مجلس الوزراء ومعالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحامل الصباح ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ خالد الجراح الصباح وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين في الدولة وسفيرا البلدين. اختتمت اليوم دورة الروضان الرمضانية 35 لكرة القدم والتي شهدت منافساتها عدة فرق محلية، وتحظى هذه المسابقة التي تقام كل عام في شهر رمضان المبارك بإعجاب ومتابعة الكثيرين، حيث يشارك كل عام بالمسابقة عدد من اللاعبين العالميين المشهورين في كرة القدم. الحمد لله ونيابة عن سيدي حضرة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الأمجاد الصباح حفظه الله ورعاه، على ختام بطولة الضربة شهر رمضان الرمضانية، آمل للجميع التوفيق، شاكرا ومقدرا الجهود الكبيرة للجنة المنظمة وكل عام وأنتم بخير. اختتمت دورة المرحوم عبد الله مشاري الروضان لكرة القدم لفئتي الكبار والصغار والمقامة على صالة الشهيد فهد الأحمد في منطقة الداعية. تأتي الدورة هذا العام في نسختها 35، وهي المرة الثانية على التوالي التي تحظى برعاية أبوية من حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه، مما شكل دافعا كبيرا للعاملين في هذه الدورة لإخراج هذه النسخة بأحلى حلة. بإذن الله هذه الدورة يعني هي تواصل، خاصة هي تحت رعاية سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد جابر الصباح، واليوم وصلنا الى مشارف ختام هذه الدوره، واليوم ختام هذه الدوره لا الحمد 28 يوم قدرنا نتلاقى مع الجماهير ونحاول قد ما نقدر نسعدهم بشكل كبير، والحمد لله الاصداء والاجواء جيده بشكل كبير جدا. دورة الروضان استقطبت أفضل المعلقين والمحللين الرياضيين لمباراة الدورة، إضافة إلى إقامة العديد من الأنشطة والفقرات التي نالت استحسانا كبيرا من الجماهير. ناصر الهاجري، تلفزيون دولة الكويت.
حذرت وزارة المواصلات المواطنين من مرتدي البحر الناشيب ليوان الواقع بين جزيرتي عها وفيلكا قد أصيب بضرر نتيجة حادث مجهول. هذا وقد قامت وزارة المواصلات بوضع إضاءة مؤقتة على الشيب كإجراء احترازي لحين استبدال الشيب بآخر جديد في أسرع وقت ممكن. أيها السادة، وللمزيد من التفاصيل حول الموضوع معنا عبر الهاتف الأستاذ فاضل صادق رئيس قسم الإشراف والتنفيذ في وزارة المواصلات. بداية أستاذ فاضل، يعني هل لك أن تحدثنا أولا بالتحديد عن مكان الشيب وطبيعة الأضرار التي لحقت به؟ السلام عليكم، تحية لجميع المواطنين والمتابعين. بالنسبة حق شيب الليوان، هو طبعا أثر حادث مجهول، صدم سفينة كبيرة صدمت بالشيب وتأثر الشيب طبعا لدرجة كبيرة، مما أدى إلى عدم صلاحية حق تشغيل الأضواء الضوء اللي عليه، وكان يشكل خطر جدا، خطر شديد يعني على المنطقة اللي موجودة فيها الشيب. فإحنا حطينا كوزارة المواصلات حطينا عليها إضاءة مؤقتة على أساس نوضح أن المنطقة هذه فيها خطر ونحافظ على سلامة أرواح المواطنين، وإن شاء الله عقب عطلة عيد الفطر السعيد إن شاء الله راح تقوم الوزارة بإجراءاتها اللازمة إن شاء الله بخصوص الموضوع هذا وبخصوص إن شاء الله تبديل الشيب هذا. نعم، طيب أستاذ فاضل، يعني ذكرت بأن يعني وضعية الشيب سوف تشكل خطورة لمرتدي البحر، طبيعة هذا الخطر يعني بالتحديد لو تكرمت. طبيعة هذا الخطأ هذا، لأن الشيب هذا في الوقت الليل في الفترة المسائية ما راح يكون باين، وتقريبا راح يكون مغمور في الماء، في أعلى مد راح يكون باين منه جزء بسيط، فما راح يكون شغال ولا راح يكون يبين، يعني مو واضح حق متادين البحر. فلهالموضوع هذا احنا حطينا عليه إضاءة يوضح المنطقة هذه أن هي المنطقة هذه خطرة، فرجاء عدم الاقتراب منها. نعم، طيب أستاذ فاضل، هل لديكم تنسيق مع باقي الجهات الحكومية؟ والله في تنسيق مع الجهات الحكومية، الجهات الحكومية كلها، على أساس أن احنا نقوم في إصلاح هذه المنطقة هذا الشيب وعمل اللازم إن شاء الله. نعم، الأستاذ فاضل الصادق رئيس قسم الإشراف والتنفيذ في وزارة المواصلات، شكرا لك. نؤكد إيماننا المطلق بقضائنا العادل المشهود له بالأمانة والحيلة والنزاهة وبالسلطة القضائية، وبأن كل ما أثير من قضايا هي تحت مظلة القانون وفي عهدة القضاء لإظهار الحقائق وإصدار الأحكام العادلة. ضمن مشاريع الحكومة التنموية الجديدة، إنشاء مبنى جديد مستقل لإدارة رعاية الأحداث، والذي سيكون بمثابة نقلة نوعية للخدمات التي تقوم بها التي تقدم لهذه الفئة. لتوفير المكان المناسب للأبناء المعرضين للانحراف والمنحرفين ودمجهم في المجتمع، تعكف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على توفير مبنى مستقل لإدارة الأحداث مزود بجميع الإمكانيات وفق المعايير العالمية لرعاية هذه الفئة. المشاريع التنمية التي يعني تتبناها إدارة رعاية الأحداث هو مشروع مجمع دور رعاية الأحداث الجديد. طبعا هذا المشروع متكامل يحوي جميع الدور التي يعني حسب قانون الأحداث يتم تطبيقها، من دار الرعاية الاجتماعية ودار الملاحظة ودار التقويم السلوكي ودار الضيافة ودار ضيافة فتيات والمكتب المراقبة. هذا الدور راح تجتمع كلها في مكان واحد في مجمع واحد، وذلك حتى يعني طبعا يكون قريب للأسر، ويكون أيضا الاتصال بين المؤسسات يعني يعني يكون فيه نوع من السهولة، وحتى لا نرهق الأسر في عملية متابعة الأبناء، فراح تكون هناك في مجمع خاص وهو مجمع
إدارة رعاية الأحداث. مساحة هذا المجمع تتجاوز 40,000 متر مربع، يعني تكلفته تزيد عن 30 مليون دينار كويتي. ميزة هذا المجمع أنه راح يكون أيضا قريبا منه محكمة رعاية الأحداث. كما تعمل أيضا إدارة رعاية الأحداث على تحقيق الشراكة الاجتماعية مع وزارات الدولة والهيئات لحل ظاهرة العنف تحت مسمى الخطة الوطنية لمكافحة هذه الظاهرة. بالنسبة للعنف طبعا مشكورة وزارة الشباب، عملت لجنة مستقلة خاصة في دراسة العنف وأسبابه. طبعا هذه اللجنة كانت من مجموعة من الأكاديميين ترأسها الدكتور عبد العزيز دعيج مشكورا. وطبعا هذه الدراسة جلست 3 شهور تناقش عملية العنف داخل المجتمع الكويتي، ووضعت 22 توصية لعلاج العنف المجتمعي خاصة عند فئة الشباب وعند فئة البنات. طبعا هذه التوصيات مشكورا مجلس الوزراء اعتمد هذه التوصيات وأوصى لجميع الوزارات أنها تقوم بعمل التنفيذ للتوصيات الخاصة في العنف. تجربة دولة الكويت في مجال رعاية الأحداث هي تجربة رائدة في الخليج من خلال تعاملها مع فئة الأحداث بتطبيق الرعاية الاجتماعية الشاملة لهم. مروه محرم، تلفزيون دولة الكويت. قامت جمعية الهلال الأحمر الكويتية بتوزيع مساعدة حملة عيد الفطر للاجئين السوريين في عدد من التجمعات السكانية للاجئين، حيث قدمت مساعدات عينية في إطار حملة كسوة العيد للأسر السورية اللاجئة. 100 عائلة سورية لاجئة انضمت لقوافل من اللاجئين السوريين الذين استفادوا وما زالوا من تغطية المساعدات الإغاثية الكويتية لهم. فقد قامت فرق الهلال الأحمر الكويتي بلقاء مئات الأسر السورية في عدة تجمعات سكانية في الهاشم وصلحية العابد بهدف توزيع كوبونات الغذاء والملابس والاحتياجات الخاصة بعيد الفطر المبارك في إطار حملة كويتية جديدة باسم كسوة العيد للأشقاء السوريين من أهل الكويت، والتي تنضم لمئات الحملات الكويتية الإنسانية التي تعكس رسالة الكويت الخيرية تجاه الأشقاء. نشكر الشعب الكويتي والحكومة الكويتية اللي عم تقدم دائما الدعم. بالحقيقة هذا مو أول دعم نتلقاه من الهلال الكويتي، هذا يمكن ثالث ولا رابع دعم بالنسبة للمشروع الدعم النفسي. يعني دائما احنا متعودين على كرمهم، متعودين على تعاونهم، الله يجزيهم الخير وإن شاء الله أنه دائما يكون إيدهم معطاء للخير. السوريين بحاجة إلى رعاية ودعم، وبحاجة إلى عناية من الناس الفضلاء اللي الله إن شاء الله رب العالمين بيكون أيديهم بيضاء من كل دولة وعلى رأسهم دولة الكويت. قسائم مشتريات مجانية بالألاف تم توزيعها في إطار حفل جماعي رمضاني جامع أمس، تم خلالها الاستفادة من الحصول على الملابس والاحتياجات الخاصة بالعيد من كبريات المعارض الأردنية بالتنسيق مع الهلال الأحمر الكويتي. وعبرت الأسر السورية اللاجئة وألسنتها تلهج بالدعاء للكويت أميرا وحكومة وشعبا عن تقديرها لهذا الدعم الكويتي الموصول لمؤازرة اللاجئين السوريين في مختلف تجمعاتهم. دعونا هلال أحمر الكويتي عشان نفطر هون، والله يعطيهم العافية، ومبادرة كتير كويسة من الشعب والحكومة الكويتية، وألف شكر لكم وممنونينكم. جايين نفرح وننبسط من الحكومة الكويتية، نشكرهم على المساعدة وعلى كل شيء. يتواصل جسر الخير الكويتي تجاه قضية لجوء سوريا عبر العديد من صور الإغاثة، لتتوج في ختام شهر رمضان الفضيل بتهنئة كويتية خالصة للأشقاء بحملة كسوة العيد، لتقول لهم عيد مبارك وعودة ميمونة للوطن بعد أن تزول الغمة. هاني البدري، تلفزيون دولة الكويت، من مقر توزيع مساعدات الهلال الأحمر، عمان. البقاء لله. انتقل إلى رحمة الله تعالى علي محمد جاسم ماجكي عن عمر يناهز 63. انتقلت إلى رحمة الله تعالى خزنة علي فالح بن مليس زوجة عواض بادل مطيري عن عمر يناهز 74، وسيوارى جثمان والثرى بعد صلاة عصر غد بمقبرة صبحان. انتقلت إلى رحمة الله تعالى موضي سالم فرحان الناصر أرملة ناصر سيف المشعل
عن عمر يناهز 69. إن لله وإنا إليه راجعون. من الآن يا أستاذ مع أحوال الطقس والزميل خالد الشعيبي بعد هذا الفاصل. نؤكد إيماننا المطلق بقضائنا العادل المشهود له بالأمانة والحيلة والنزاهة وبالسلطة القضائية، وبأن كل ما أثير من قضايا هي تحت مظلة القانون وفي عهدة القضاء لإظهار الحقائق وإصدار الأحكام العادلة. طابت اوقاتكم اعزائي المشاهدين واهلا بلقائكم. الشهر الفضيل قارب على الانتهاء ولله الحمد، الله يعني رزقنا بصيامه وقيامه بدون ان نشعر بحراره الجو، وهذه رحمه من الله سبحانه وتعالى. لذلك طبعا احنا متوقعين ان ينقضي هذا الشهر ويقبل علينا العيد واحنا بصحه وايضا بعافية. حاليا درجة الحرارة في مطار الكويت الدولي 41 درجة مئوية ونسبة رطوبة قليلة جدا 9%. الرياح كانت وما زالت ومتوقع أن تستمر من الاتجاه الشمالي الغربي حاليا بسرعة 22 كيلومتر في الساعة. لذلك متوقع هذه الليلة الطقس يكون لطيف إلى حد ما نسبيا طبعا. 33 درجة مئوية متوقعة في مدينة الكويت و32 في مطار الكويت الدولي، بينما في ميناء الأحمد يتوقعها 33، أما في جزر وربة وبوبيان وأيضا في فالشة 34 درجة مئوية. العبد اللي راح تكون درجة حرارة فيها الليلة 31. الشقاية والسالمي أيضا كذلك نتوقعها تكون 31 درجة مئوية. في الوفرة ونويصيب راح تكون درجة حرارة بحدود 32 و 34 درجة مئوية متوقعة في قارو وكبر وأم المرادم، مع استمرار الرياح الشمالية الغربية هذه الليلة بسرعة تتراوح ما بين 10 إلى 20 كيلومتر في الساعة. غدا راح تشتد الرياح قليلا ولكن تظل درجات الحرارة في أواخر الأربعينات، 47 درجة مئوية متوقعة في مدينة الكويت و48 في مطار الكويت الدولي، 46 درجة مئوية في ميناء الأحمدي، فيلتشة راح تكون فيها درجة حرارة في منتصف النهار 45 درجة مئوية كذلك في وربة وبوبيان، أما العبدلي معظم المناطق الصحراوية تكون شوي مرتفعة تقارب 50 ولكن توقعها بحدود 49 درجة مئوية، الشقاية والسالمي كذلك 49، الوفرة ونويصيب راح تكون درجة حرارة فيها غدا بال 48 درجة مئوية و 45 متوقعة في قارو وكبر وام المرادم، استمرار للرياح الشمالية الغربية غدا ولكن بسرعة تتراوح ما بين 25 إلى 35 كيلومتر في الساعة. موعد أذان الفجر بمشيئة الله في 3:35 دقيقة، شروق الشمس 5:05، والغروب الساعة 6:44 دقيقة، البحر راح يكون معتدل إلى عالي الموج، 1:30 صباحا موعد المد الأول، المد الثاني في 11:45 دقيقة صباحا، والثامنة أو الساعة 6:30 صباحا الجزر الأول، الجزر الثاني الساعة 7:45 دقيقة مساء. ينحق الطقس متوقع والله أعلم هو استمرار طبعا الرياح الشمالية الغربية اللي متوقع أنها تشتد يوم الاثنين ويكون في فرصة لإثارة بعض الغبار الخفيف، ونرجع أقول خفيف، وراح يكون يعني تأثير هذا الغبار واضح في المناطق البرية والمكشوفة، ومعظم الغبار راح يكون عالق، تظل درجات الحرارة في منتصف الأربعينات. كانت هذه النشرة متوقعة لحالة الطقس، ولمزيد من التفاصيل تابعونا في نشرتنا المقبلة، والآن عودة للزميل صالح الشمالي. إذن أستاذ ختاما لهذه النشرة، لم يتبقى لدينا الآن سوى التذكير بأبرز العناوين في أمان الله. هيئة الرؤية الشرعية تجتمع غدا التماسا لرؤية هلال شهر شوال. وزارة المواصلات تقوم بإجراءات احترازية لشيب اللوان بعد الضرر الذي أصابه نتيجة حادث مجهول. وجمعية الهلال الأحمر تواصل توزيع مساعدة حملة عيد الفطر للاجئين السوريين في الأردن.